نيجي لبرج الحوت، وده اخر برج. رجل الحوت احنا قلنا من الحلقه اللي فاتت ان هو عنده علاقه جديده في حياته، المفروض ان العلاقه ديت هو لسه ما بقتش قويه، الفتره الجايه هتبقى اقوى شويه، يعني اخر الشهر ده اول الشهر الجديد هتبقى الدنيا مختلفه تماما بالنسبه له، لان هو مش جريء شويه. رجل الحوت لازم الطرف الثاني يبتدي معاه علشان يبتدي، لكن هو ممكن يتكلم حلو ويهرج، لكن هو بيخاف يبتدي خطوه حد يحرجه. فبقول له عندك علاقه جديده داخله حياتك، عندك عمليا الدنيا عندك الفتره ديت ماشيه كويس، او في حد هيكلمك في شغل جديد، او في خبر في شغل جديد داخل حياتك. فبقول له ما تخافش الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه عندك حلوه، بس هم برج الحوت متوترين شويه الفتره ديت، سواء ست او راجل، خايفين ماديا وخايفين عمليا وخايفين عاطفيا، خايفين ما يتجوزوش، اللي مش متجوزين خايفين ما يتجوزوش، واللي متجوزين وعندهم انفصال. ست الحوت اللي عندها في علاقه وعندها انفصال او في عندها مشاكل مش هيرجعوا تاني. يعني ست الحوت اللي عندها علاقه بقى لها سنين وفيها مشاكل، مفيش رجوع تاني، ما تحاوليش عشان الدنيا عندك حياه جديده حلوه. ست الحوت اللي عندها ما عندهاش علاقه في حياتها ومستنيه انها تتجوز، عندك السنه دي ارتباط جديد هيخش حياتك لسه بعد شهر 4. وعندك هديه جايه لك في الفالنتين حلوه جدا 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 يا ست الحوت، حاجه قيمه جدا. ايه بقى يا سيدي؟ حاجه قيمه جدا 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 لست الحوت جايه لها. استناها يعني؟ هتيجي؟ ومن طيب. الابراج اللي هتبقى اسعد شويه السنه دي في الفالنتين. مش برج الحوت. لا والله صدقيني الحوت. يا بنتي نتفائل شويه. الحوت والسرطان والاسد، مع ان الثلاثه عندهم عاطفيا مشاكل، بس هم يعني حد عارف كمان ساعه ايه اللي هيحصل؟ لا طبعا، بس هيسعدوا هيفرحوا في الفالنتين يا رب ان شاء أوكي؟ الله. بس ما هو ما نقعدش في البيت ونبقى مكتئبين ونبقى قافلين على نفسنا ونقول عايزين نبقى سعداء وانت لوحدك، ما انت اللي يعني انت المكتئبه فقاعده مع نفسك. انزلي اخرجي روحي شوفي ناس، شوفي الحياه عامله ازاي، لان خلينا نقول ان زي ما احنا مثلا بنقعد نقول مثلا نبقى ماشيين في موضوع نقعد نتكلم كتير وبتاع وبننبر على نفسنا او بنجيب الفقر لنفسينا بان احنا بنقعد نقول مش هنكسب احنا هنخسر، احنا اللي بندي نفسنا طاقه سلبيه والايحاء عليه عامل كبير. فانت تفائلوا يعني، خلينا متفائلين شويه. فبقول لهم اتفائلوا، كل الابراج بقول لهم اتفائلوا الفتره ديت الدنيا حلوه جدا، واحنا اللي ممكن نجيب الحاجه الغلط عندنا طاقة إيجابية، أو إحنا اللي نجيب طاقة سلبية بالإيحاء.